تقول السائلة: هل أم الزوجة محرمة دائما أم مؤقتة؟ أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها تحريما مؤبدا بمجرد العقد. فلو عقد شخص على امرأة عقدا شرعيا صحيحا ثم طلقها في مكانه، فإن أمها تكون محرمة عليه، ويكون هو محرما لهذه الأم، لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. وجدة الزوجة مثل أمها، أي أنها حرام على زوج ابنة بنتها. نعم. يذكر بأنه شاب خطب إحدى قريباته وتم عقد القران، وتم تأجيل الزواج سنة حتى تتخرج هذه الزوجة من الدراسة. والسؤال يقول: إذا زرت أهل زوجتي أسلم على والدتها، بمعنى أصح أقبل رأسها مثل ما هو متعارف عليه، أم أنتظر إلى ما بعد الدخلة مع العلم بأن والدتها لا تقرب لي؟ إذا عقد الإنسان على المرأة صارت أمها من محارم. نعم. وإلا مدخل. وعلى هذا فنقول للأخ السائل: لا بأس أن تزور أهل زوجتك وأن تجلس إلى أمها بانفراد، وأن تصافحها وتقبل رأسها وجبهتها، لأنك أنت من محارمها الآن، كما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم.